جوكر ضد بوب مشيمة ستايل. شوف الحين طبعا هلا هلا بالويب داشز وهالامور هذه كلها كلهم ويب داشز كلهم سويبس شايف. فالكل لازم يدير بال على ريلا, فالمواجهه راح تكون جدا صعبه سواء كان على جوكر ولا سام براذر. يلا 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 الجيم الاول اف اف 2 اللعب في حذر صراحه واضح من طرف الدكن بانش داكن بطيء نوعا ما وياخذ الدور يا سريع اسرع سريع من جوكر. يا سلام على جوكر كان بيلحق على البانش لكن ما كان الوقت الكافي, لكن قدر يرفع جوكر ولسه عنده جن 112 هي هاتشي سوي واس فلات عند جاب 112 سايد رول ممتازه من سام براذر ياخذ فيها بوزيشن ادفانتج ولاحظ الهيث ليد اللي قاعد يقل شوي لكن جوكر سرعان ما غير الامور لصالحه راح يدخل سام براذر بالخلاص كاونتر هيد اف 2 لكن طيح الكوب عند الجار ايش حيكون المكسب داون فوق جوكر يحقق الراوند الاول. المباراة كانت باك اند فورث لكن فيها وايد دروبات ما الومهم صراحة توتر الاجواء البطولة الصعبة الاسطورية بطولة الدوري السعودي للالعاب القتالية صراحة المفاجآت حاضرة من اول مواجهة. كان بيحاول يقطع السترينج كمل السترينج واتشور فيت حاليا سام براذر في ورطة ظهر للجدار جوكر يحاول يسوي الكنترول مرة ثانية يكمل ما قاعد يخاف كان ممكن يسوي افضل من كذي المدعي بيك اب لكن جوكر ماسك المومنتوم وحاليا سام براذر في ورطة. جوكر متقدم الان براوندين عند المومنتوم لكن لا صادف بالدي اف 2 عند الجدار ايش حيكون السيتويشن هنا؟ سام براذر قاعد يحاول يطلع نفسه من الجدار لكن الشيس ولا اروع من صوب جوكر ومن زاويه لزاويه ويا سلام عليك يا جوكر لكن سام براذر يحاول مع ريتاليشن لكن ما تمشي وياه ما جات المروله تيجي المره الثانيه. اوكي فريمز ياخذها راح للميد لكن يدي الراوند نفس السيناريو كلين راوز. جوكر قاعد يلعب بصراحة بأريحية كبيرة أمام سام براذر. أحس إن سام براذر مو مرتاح بهالماتشاب, أحس إن يعني جوكر مسيطر بشكل جدا كبير مرتاح جدا. أنا شايف جوكر فعلا فعلا بس ما عليك دحين الجبري إيش يسوي؟ حياخذ حوش الجبري. تعال عازمك على بيتنا, تعال حوش الجبري يلا ورينا ابداعاتك يا جوكر. تعال حياك الله تفضل مع حوش الجبري. لكن نشوف طبعا نفس هالشيء كان امام ارسلان كان خسران لكن بعد ما خذاه بالحوش تغيرت الامور بنشوف الحين هل نفس السيناريو راح ينطبق على جوكر ولا جوكر راح يكون عنده كلام ثاني. الان الجيم الثاني طبعا 1-0 لجوكر تبتدي المباراه. طبعا الجمهور كله متحمس وقاعد يشجع وواقف ورا الجبري لكن اجين جوكر خصم عنيد والسويب يكملها بطريقه جدا مناسبه وراح يوديه لغايه الجدار وبعد الجدار شوف الشيس لكن يطلع منها الجبري. هذه بانش يا سلام على سام براذر والسايد ستيب قوي صراحه اي كيو 9000 اللعبه اللي توه لكن جوكر سرعان ما عكرها على الجبري. اتوقع كذا خلاص ياخذ الراوند. يس اداء ممتاز جوكر صراحه قاعد يورينا لعب اسطوري. في المقابل سام براذر عليه صراحه هوم وورك بس مو هوم وورك لا لازم تسويه الحين بكلاس وورك لكن لازم تخلص اللي الواجب امامك الحين. راح للميد بعد الرول دكك بدون بانش صراحة برشل قوي من جوكر بانش شوف قاعد يلعب وياه كلوز رينج ما من خوف لكن سام براذر قاعد يحاول يلقى أي ثغرة في دفاعات جوكر سايد ستيب بدون بانش كافي يحاول يسوي له لانشر لكن جوكر الدفاع مستميت برضو اللعب بوك. أنا شايف ديفنس قوي الصراحة والتريد يروح لصالح ذا سام براذر لأول مرة ياخذ تريد لصالحه وهالتريد وراها كاري ممتاز لصالحه لكن جوكر دخل بالريج حذاري من أي لانشر ممكن ياكلها. هذه توقع كان يدير بنشها لكن تأخر شوية في البنش يكملها بطريقة مثالية جوكر عن بعد جولة واحدة فقط ويتأهل ويانا لللوزرز فاينل. FF2 كالأوكي زميل جارنتي طبعا. أنا شايف جوكر عنده الكنترول الكامل جوكر يا ساتر جوكر عن مقرب آخر فريم آخر بكسل يا سلام جوكر يوضيه للأشهد وأسطورة في هالمواجهة ويتأهل معانا لللوزر فاينل بلي مواجهة رائع.